فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كما عرفنا أن الزينة، زينة يعني زيادة تكملة. لو لبسنا سروالا أو بنطلون وملابس وجاكيت هذا يكفي، هذا لباس كامل، ولكن نحتاج إلى زينة. مثلا الداعية أو الأستاذ زينته مثل خطرة أو تقية أو غير ذلك. إذن ما هو أهم، الأهم أم الزينة واللباس؟ مثلا إذا وجدنا شخصا يلبس زينة، ممكن تقية وخطرة، ويلبس ملابس ولكن بدون سروال ولا بنطلون، هذا عجيب. لذلك بعضنا يهتم بأولادهم من ناحية جسدية فقط، ولا يهتم بالتربية الروحية. هل أولادهم في المستقبل سيكونوا أولادا صالحين أم لا؟ هذا النوع الأول. والنوع الثاني، الأولاد كفتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني امتحان، ابتلاء. الأولاد أمانة من الله سبحانه وتعالى على عنق الوالدين. هل يؤدي هذه الأمانة؟ هل يربي أولادهم تربية إسلامية صالحة؟ مثل الطلاب في الجامعة، هناك امتحان، والامتحان هدف الامتحان النجاح. هذه هي الفتنة. بعض الوالدين ينجح في تربية أولادهم، وبعضهم رسب أو فشل. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ننجح في هذه الفتنة. والنوع الثالث، هذا أشد من النوع الثاني، الأولاد كالعداوة، الأعداء. واعلموا أن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. واعلموا أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الأعداء أولا، أعداء بمعنى حقيقي. وجدنا هناك الولد يضرب مع والدي، أو يتحكم في المحكمة في مسألة الأموال مثلا. ولكن الأكثر ليس الأعداء بمعنى حقيقي، ولكن الأعداء المعنوي. مثلا الوالدين، الوالد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والولد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. بالعكس، الوالدين يذهبان إلى المساجد يقيمان الصلاة، ولكن أين الأولاد؟ مثلا الوالد شرطة والولد سارق. أعداء إخواني في الله. والنوع الرابع، هذا هو النوع المرجو المحبوب عندنا، يعني الأولاد كقرة أعين، كما هو الدعاء في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى قرة أعين؟ قرة أعين يعني أولادا صالحين. الولد الصالح لا يولد، ولكن يربى بتربية متكاملة متوازنة. الإنسان يتكون من ثلاثة أشياء: من الجسد والعقل والقلب. أشياء ثلاثة هذه لابد من التربية. تربية جسدية بالغذاء، باللباس، وهذا شيء نهتم به يوميا. والعقل تربيته بالعلوم، ندخل أولادنا إلى المدرسة يتعلمون هناك العلوم المتنوعة. ولكن ننسى تربية القلب، تربية روحية. من أين التربية الروحية؟ من تعاليم الدين الإسلامي. أول شيء من البيت، من الوالدين، ثم أما المدارس أنا لا أعرف
هل تدرس المواد الإسلامية في المدارس هنا؟ لا، لابد من اهتمامنا. إذا لا نستطيع أن نربي أولادنا تربية إسلامية، تربية روحية دينية في بيوتنا، فلا بد أن نأتي بهم إلى المساجد أو إلى المدارس حتى تكون يكون أولادنا قرة أعين، أولادا صالحين يدعون لنا. هذا يكفي. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.